استكمالا لما بدأناه في الموضوع المتعلق بالبنات اللي تم الاعتداء عليهم من قبل احد الشباب واللي كانوا بيتساءلوا ازاي ناخد حقنا. عشان تعرفي ازاي تاخدي حقك لازم الاول تفهمي طبيعة الجريمة اللي وقعت عليك. هذه الوقائع اللي تم تداولها تنطوي على جرائم عدة، فبعضها يمثل جرائم اغتصاب وهتك عرض، واللي القانون بيعاقب عليها بعقوبات تبدأ من السجن المشدد من 3 ل 15 سنة وتصل إلى السجن المؤبد وقد تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان. إلا إن في وقائع تانية البنات سردتها وكانت بتتساءل هل ممكن هذه الوقائع تكون بتشكل جرائم مشابهة؟ وقائع زي إيه؟ وقائع خاصة بإن هذا الشاب طبقا لرواية البنات كان بيرسل ليهم رسائل يدعوهم فيها إلى ممارسة علاقات غير مشروعة. هذه الرسائل تحمل في طياتها صورة من صور جريمة التحرش الجنسي يعاقب عليها القانون بالحبس من سنة لثلاث سنوات وغرامة من 10 ل 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. بعض بنات تانية كانت بتضيف إن هذا الشخص كان بيمارس عليهم ضغوط عشان يضطرهم ويدفعهم إلى ممارسة هذه العلاقات معاه، وده بيسمى في القانون ظرف مشدد، إن هو مارس على الضحية ضغط. هذا الضغط بيرفع من العقوبة وبيخلي الحبس بدل ما هو من سنة لثلاث سنوات بيبقى الحبس من 2 ل 5 سنوات والغرامة من 20 ل 50 ألف جنيه، والحبس هنا بيكون وجوبي يعني لا يجوز الاكتفاء بالغرامة ولا بد من حبسه. وكمان مجرد قيام هذا الشخص بتصوير المجني عليه أو المجني عليها، لأن هتك العرض قد يكون على ذكر أو أنثى، إذا قام بتصويرها على وجه يخدش حيائها فدي بتكون صورة من صور هتك العرض المعاقب عليه بالسجن المشدد من 3 ل 15 سنة. فإذا كان المجني عليه أو المجني عليها سنهم أقل من 18 سنة بتكون العقوبة السجن المشدد من 7 سنين ل 15 سنة. طيب هنسبة الكلام ده ازاي؟ وده برضو كان سؤال مثار في الأيام اللي فاتت، ازاي البنات دي تقدر تثبت الاعتداءات اللي وقعت عليها؟ كثير من الجرائم دي مش لازم انها تخلف آثار على جسد المجني عليه أو المجني عليها، ففي الحالة دي بنلجأ للإثبات بكافة طرق الإثبات. أي وسيلة إثبات تتخيلها تصلح لإثبات هذه الجرائم، يعني الرسائل اللي ممكن يكون بعتها لضحاياه تصلح كوسيلة للإثبات، شهادة البنات أنفسهم بعضهم لبعض تصلح كوسيلة للإثبات. إذن أي شيء وأي دليل مهما كان تافه من وجهة نظركم يصلح كدليل للإثبات، إلا إن الأمر متوقف على قيامكم بالإبلاغ وعرض ما لديكم من أدلة، بل وإن الأدلة اللي هتقدموها قد تتظافر مع بعضها البعض وتكمل بعضها البعض في إثبات هذه